السلام عليكم. دونك هذه الجزء الفيديو رقم 3 اللي غادي نقوم به فيما يتعلق بالرياضيات والمواضيع اللي بنينا فيها الفيديو الاول وفي الفيديو الثاني. اذا دائما درسها اليوم يتعلق بالدوال، تتمه الدرس اللي قمنا به في الحلقه الاولى وفي الفيديو الاول وفي الفيديو الثاني. اذا الداله هي اذا هي مجموعه هي علاقه بين مجموعتين، هذه المجموعه الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة A تسمى A قد نسميها A، والمجموعة B قد نسميها المجموعة الثانية قد نسميها B. المجموعة هي مجموعة الانطلاق أو المنطلق، وهذه المجموعة تسمى مجموعة الوصول. بنفس الطريقة سنضع مجموعة من العناصر وسنعطي مثالا على سبيل المثال أعطي هنا 1 7 3 11 19 30. إذا هناك هذه المجموعة تتكون من العناصر 1 2 3 4 5 6 عناصر، والمجموعة الثانية تتكون من 3 عناصر 3 10 15. إذا كما قلنا الدالة هي علاقة تربط بين عناصر المجموعة A والمجموعة B. على سبيل المثال صورة 1 هي 3، وصورة 7 هي 3، صورة 3 هنا هي 15، والأعداد الأخرى ليس لها صورة. إذا هناك مفهوم ينبغي أن نعرفه، هو مجال الدالة، أو قد يسمى مجال الدالة، وقد يسمى أيضا مجموعة تعريف الدالة. مجموعة تعريف الدالة هي المجموعة 1 7 3. L'ensemble de définition قد تسمى دي، هي المجموعة 1 7 3، تسمى مجال الدالة أو مجموعة تعريف الدالة. لماذا هذه المجموعة لا تحتوي على العناصر 11 و19 و30؟ لأن 11 و19 و30 ليس لهم صورة، بينما الأعداد 1 و7 و3 لهم صورة. إذا مجموعة تعريف الدالة هي مجموعة العناصر التي لها صورة. مجموعة تعريف الدالة F. مجموعة تعريف دالة F هي مجموعة جزئية من مجموعة الانطلاق. وبنفس الشكل المجموعة التي تتكون من العنصرين في مجموعة الوصول، العنصران 3 و 15، تسمى بمدى الدالة، تسمى مدى الدالة، مدى الدالة F، أي مجموعة العناصر التي لها صورة فعلية بالدالة F. لأن هناك عنصران لهما صورة 3، و15 لأن هناك عنصر له صورة 15، وهذا السبب مدى هذه الدالة تتكون من عنصرين هما 3 و15، وتسمى هذه المجموعة الجزئية من مجموعة الانطلاق من مجموعة الوصول، تسمى مدى الدالة F. إذا هذا فيما يتعلق ب هذا المفهومين، هما مفهوم مجموعة تعريف الدالة ومدى الدالة F. سأعطي مثالا، سأزيل هذا الرسم من أو على قد نتكلم عن ما يسمى بالمجموع بالدالة العددية. إذا كانت المجموعة A أو المجموعة B تحتوي على أعداد، فتسمى دالة عددية، دالة عددية إن فونكسيون نوميريك، لأنها تتعلق بالأعداد. إذا يشار إلى الدالة عادة بهذا الشكل، نكتب F مجموعة A والمجموعة B. إذا F هي دالة، مجموعة انطلاقها هي A ومجموعة وصولها هي F. إذا كانت الدالة عددية، نعطي مثالا على الدوالية العددية، مثالا بسيطا f دو x يساوي x أس 2،
if every 2 يساوي 2 plus 2 يساوي 4 و f دو ناقص 2 يساوي ناقص 2 plus 2 يساوي 4. هذا مثال على الدوال حيث عددان 2 وناقص 2 لهما نفس الصورة. هذا يبين بشكل واضح المفهوم الذي قلناه الذي شرحناه فيما سبق، والذي قلنا فيه أن بالإمكان أن يكون عنصران اثنان لهما نفس الصورة. من حيث الشكل أكتب هكذا 2 وناقص 2 وهنا 4، ناقص 2 له نفس صورة، ناقص 2 له صورته هي 4 و2 صورته هي 4، إذن هناك عنصران لهما نفس الصورة. وهذا لا يمنع من أن تكون هذه العلاقة دالة. إذن أعتقد بأنه انتهينا من هذا المفهوم، ولقد شرحنا في هذا الدرس ما هو معنى مجموعة التعريف. مجموعة تعريف دالة هي مجموعة العناصر التي لها صورة، ومدى دالة هو مجموعة العناصر التي لها سابق بهذه الدالة. وأعطينا مثالا على عنصرين، على دالة هو f x يساوي x أس 2، وقلنا بأن f ل 2 يساوي 2 أس 2 يساوي 4، و f بناقص 2 يساوي ناقص 2 أس 2 يساوي 4، وهنا عنصران لهما نفس الصورة. أما فيما يتعلق بمدى هذه الدالة، مدى هذه الدالة فهو مجموعة الأعداد الموجبة، لأن هذه الدالة f دو x تساوي x أس 2 لا يمكن أن تعطي أعدادا سالبة، لأن مربع الأعداد الحقيقية عادة، لأن مربع الأعداد الحقيقية هو عدد حقيقي موجب. وشكرا على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء. شكرا عليكم.